ادخل. حضرة النائب، كل شيء صار جاهز، الكل تحت، فينا نمشي. ماشي، خلينا نروح. نعم فرهاد، وينك انت؟ انا رايح على الاوتيل. ماشي ماشي، انا جاي. الشغلة خطرة كتير فرهاد، وصعبة كمان، بس رح يطلعنا منيح منها. فهمت. لساتك واقف عندها؟ حدا يكفي عني الشغل، بنشر الدولاب معي. ليش؟ طيب ركاب تاكسي وجيب لي معك الاغراض يلي طلبتهم منك. هذا اجتماع خاص. أنا كنت بدي أتأكد من شراشف الطاولة. ما في داعي، نحن منخبرون يجهزوا الطابعة التحتانية. ماشي. سيد نامق، أهلا وسهلا. أهلا فيك، تفضل. كيف صحتك؟ منيح تمام أنا، وأنت؟ منيح كتير. نحن استفسرنا عنك، كنت عضو مجلس البلدية بعدين انسحبت منه. ايه صحيح، اضطريت انسحب. أول شي خلونا نلعب وبعدين منروح على ضربات الجزاء لنشوف مين بيتأهل على الكأس. ما فهمت. بد بالموضوع دغري بدون حكي زيادة، بدنا الزبدة. شو القصة؟ أنا بحب الرجال اللي مثلك. الحقيقة هذا شخص عملي. فرهاد هيك مثل ما قلت تماماً. فوتوا بالموضوع بدون مقدمات. معناها خلينا نشرب شيء، رح ينشف حلقنا ودمنا. الشيء اللي بدنا نحكي فيه طويل ومهم كتير،
هذا الشيء مو بس بيتعلق بمستقبل كل اللي موجودين هون، لا بيتعلق بحياتنا كمان. حضرة النائب، في ثلاث أشخاص جوا ومن شوي فاتوا اثنين، حاولت كتير صورهم بس ما شفنا شيء. ايه سيدي. منعني الحارس، شوي تاني رح ينادوا على الخدمة. ماشي ابني. ماشي، نحكي بس اشي على البيت. يلا روح شوف شغلك. تكرم استاذ.